نوجه الشكر والتقدير لجهود الدولة المصرية المتعددة، خصوصا جهود وزارة الأوقاف وجهود القوات المسلحة المصرية لعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى. بعد كده تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وأكد أن الدولة المصرية بتتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية. كنت بقول لكم امبارح إيه؟ شد حيلك، اخطف رجلك واطلع على شارع الأشراف واقرأ الفاتحة وخش صلي. يا سلام على مسجد السيدة نفيسة. مسجد السيدة نفيسة ده لوحده حالة روحانية مذهلة وغريبة جدا جدا، بل ومتفردة إلى أبعد الحدود. خلونا نسمع جزء من كلمة فخامة الرئيس ونرجع نكمل الكلام. أولا لازم نشكركم على دائما تواجدكم ومساهمتكم في أضرحة آل البيت. احنا كنا من شهور قليلة في سيدنا الحسين والنهاردة في السيدة نفيسة، واحنا متحركين أيضا في ان احنا نكون أنجزنا السيدة زينب كمان. احنا فتحناها في رمضان للصلاة، لكن نفس الإجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هناك. والحقيقة اللي بيتعمل ده في إطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية عشان نستعيد يعني مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية. ويمكن احنا متحركين جايين هنا، شغالين دلوقتي في مناطق زي عرب اليسار ومناطق أخرى، الهدف منها وزي ما عملنا كده في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود، فاحنا متحركين في إطار خطة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا فيها.